استخدم التمثيل البياني لحل هذا النظام من المعادلات الخطية، وأعطينا معادلتين هنا، 5x زائد 3y يساوي 7 و3x ناقص 2y يساوي 8. وعندما نقول حل نظام المعادلات الخطية، في الحقيقة نحن نبحث عن قيم x وy التي تحقق هاتين المعادلتين. وعندما نقول أن نحلها بواسطة التمثيل البياني، من الضروري أن نقوم بتمثيل المعادلة الأولى أولاً، ونختار كل قيم x وy التي يمكنها أن تحقق تلك المعادلة، ومن ثم نقوم بتمثيل المعادلة الثانية ونختار كل قيم x وy التي يمكنها أن تحققها. فعندما تنظر إلى كل من x وy التي يمكنها أن تحقق كل من هاتين المعادلتين وهذه النقاط، يجب أن تكون على كل من المعادلتين، أو يجب أن تكون على كلا الخطين أو على كلا التمثيلين. لذا دعونا نرى ما يمكننا فعله هنا. لنركز على المعادلة الأولى التي أود أن أمثلها. إذن لدينا هنا 5x زائد 3y يساوي 7. ويوجد طريقتين للقيام بذلك. يمكننا أن نجعل هذه المعادلة بصيغة تقاطع الميل، أو يمكننا أن نختار بعض النقاط هنا حتى تمكننا من الرسم. دعونا نضع بعض النقاط. دعونا نقول x وy عندما x تساوي 0، كم ستكون قيمة y؟ إذن عندما x تساوي 0 لدينا دعونا نقوم بذلك هنا. لدينا 5 ضرب 0 زائد 3 y تساوي 7، هذه تساوي 0 هنا. إذن لدينا 3 y تساوي 7، يمكننا أن نقسم على 3 ونحصل على y تساوي 7 على 3. y تساوي 7 على 3 وهي ما تساوي 2 1/3 إذا أردنا كتابتها هكذا. والآن دعونا نجعل y تساوي 0، فإذا قلنا أن y تساوي 0 نحصل على 5x زائد 2 ضرب 0 يساوي 7. هذا الجزء يصبح 0، هذا الجزء يصبح 0. 5x تساوي 7، نقسم كلا الطرفين على 5 ونحصل على x تساوي 7 على 5. x تساوي 7 على 5 وهو نفس الشيء كواحد واثنان على 5. لذا دعونا نعين هاتين النقطتين على الرسم ومن ثم نقوم برسم الخط. إذن النقطة 0 و2 1/3، إذن 0، ومن ثم نذهب بمقدار 2 1/3 إلى الأعلى. إذن ستكون النقطة هنا، هذه هي النقطة، سنسميها 0 و7/3، موجودة هنا. ولدينا النقطة 7/5 0، إذن النقطة 7/5 0. النقطة تكون هنا. إذن الخط سيبدو هكذا، يصل بين النقطتين. سأحاول رسمه بشكل صحيح. سأرسمه على شكل خط متقطع. إذن سيبدو هكذا عندما تقوم بحل نظام من
نظام من المعادلات يمكنك أن تجرب بعض النقاط التي يمكنها أن تمثل نقاط تقاطع هذين الخطين بشكل أفضل. إذا دعونا الآن نهتم بالمعادلة الثانية. لدينا 3x ناقص 2y يساوي 8. إذا دعونا نقوم بنفس الشيء. 3x ناقص 2y يساوي 8. فقط علينا أن نأخذ نقاط التقاطع لـ x و y. لنأخذ أولا تقاطع y عندما x تساوي 0. كل هذا سيصبح 3 ضرب 0 ناقص 2y يساوي 8، وهذا يساوي 0. ناقص 2y يساوي 8. نقسم كلا الطرفين على ناقص 2 ونحصل على y تساوي سالب 4. إذن y تساوي سالب 4. إذن نقطة تقاطع y هي النقطة 0 سالب 4 الموجودة هنا، 0 سالب 4. ثم دعونا نجعل y تساوي 0. إذن عندما y تساوي 0 هذه العبارة الموجودة هنا تصبح صفرا. إذا نحصل على 3x تساوي 8، ونقسم كلا الطرفين على 3 ونحصل على x تساوي 8 على 3. x تساوي 8 على 3. وثمانية على ثلاثة هي نفس 2 وثلثين. إذن 2 وثلثين، 2 و2 على 3. إذن النقطة الموجودة هنا 2 و2 على 3 0. الآن سأبذل أفضل ما لدي لرسمه. بخط متقطع ويتجه بهذا الاتجاه، إذن سيبدو بهذا الشكل، ولقد رسمته ويبدو أن الخطين يتقاطعان عند هذه النقطة، وآمل أنه سيعطينا إجابة واضحة. إذن هذه النقطة هي 2 سالب 1. إذن هذه النقطة 2 سالب 1. قيمة x هي 2 وقيمة y هي سالب 1. هذا ما قمت برسمه، ولكن الرسم اليدوي يكون في بعض المرات ليس دقيقا، لذا دعونا نتحقق ونرى إذا أن النقطة 2 سالب 1 تحقق كل من المعادلتين، وأن قيم x و y هذه تحقق وتقع على كلا المعادلتين. فإذا وضعت النقطة 2 سالب 1 في المعادلة الأولى، هذه سوف تحصل على 5 ضرب 2 زائد 3 ضرب سالب 1. لنرى إذا كان هذا يساوي 7. إذن هذه 10 زائد ناقص 3. 10 ناقص 3 هل تساوي 7؟ نعم هي كذلك. إذن نقطة 2 سالب 1 بالتأكيد موجودة على هذا الخط وتحقق هذه المعادلة. لذا دعونا الآن نفعل نفس الشيء للمعادلة الأخرى. فإذا وضعت النقطة 2 سالب 1 هنا،
فسوف تحصل على 3 ضرب 2 ناقص 2 ضرب سالب 1، ونريد أن نفحص إذا كان هذا يساوي 8. إذن 3 ضرب 2 يساوي 6، ومن ثم سالب 2 ضرب سالب 1 يساوي موجب 2. إذن لدينا 6 زائد 2 يساوي 8، وبالتأكيد هي تساوي 8. إذن لدينا الإحداثيات، أو لدينا هذه النقطة 2 سالب 1 تحقق كلا المعادلتين. إذن لقد قمنا بحل هذه المعادلات الخطية عن طريق التمثيل البياني.